بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الإضافة يعني استكمال الحديث الباشا نيشن يا جماعة، النقطة البسيطة اللي احنا رح نتكلم عنها يا جماعة، التكست هايفن سنتر، خاصية بسيطة جدا علشان تعمل سنتر اونلاين للبار بتاعك عشان تخليه في النص. فانت بتضيف الكلاس ده مع الكلاس بتاع الاسم علشان ما يحصلش زحمة في التشكيل بتاعك، فهتلاقي ان العمود بتاعك بيجي او البار بتاعك بيجي فين؟ في نص الصفحة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.